سي شيك المفتاح مدرب غني التعريف بعد تجارب عديدة في هذا الموسم كمدرب الملعب الفريق المنزبوري، لو تعطينا لمحة عن مدرب شيك المفتاح. والله أنت قلت توا ساعة مرحبا بكم. مدرب شيك المفتاح مريت بجميع المراحل تقريبا وبجميع الأقسام من الوطني حتى للقسم الرابع، معناتها تجارب ما شاء الله مختلفة. عندي تجارب في الخليج، السنة جيت منزل بورقيبة، إن شاء الله كل التجارب والخبرة كلها اللي اكتسبناها نوظفوها في فريق منزل بورقيبة. سي شاكر، بعد بداية نوعا ما محتشمة الآن في صدر الترتيب، الأسباب؟ لا، هي بداية محتشمة لا، خطر المباراتين الأولى فزنا فيهم، بعد نهزمنا في رادس، ثم بعد رجعنا الملعب ما ترفزنا، ثم بعد نهزمنا عنا هزيمتين مع منزل عبد الرحمن في منزل عبد الرحمن، باقي جميع المباريات فزنا فيها عادي عادي بالنسبة لي. كنا المباراتين اللي نهزمنا فيهم ما عرفناش نتعاملوا مع المباراتين هذوما مع المنافسين خاصة، وخاصة مباراة منزل عبد الرحمن، يعني الشوط الأول ما دخلناش المباراة كما يلزم، سجلوا علينا هدفين في الشوط، رجعنا في الشوط الثاني سجلنا هدفين ورجعنا متعادلين وكنا النجم نفوزوا بالمباراة. صارت أخطاء فردية ما استحفظناش، لكن ديما يدخل في إطار الأغلاط اللي تصير في المباريات واللي لازمنا نصلحها، وإن شاء الله صلحناها. من بعد خذينا نسق الانتصارات والحمد لله، ما تفوزنا في 3 مباريات متتالية للحين في المرتبة الأولى، إن شاء الله نواصلوا. اللي أصعب كونه باش تحافظ على المرتبة هذه، أنا نعرف متأكد اللي الموسم مازال صعيب، عندنا مجموعة طيبة قاعدة تخدم في خدمة كبيرة، عندنا هيئة ما شاء الله معناتها واقفة معناتها كما يلزم، اللاعبين إن شاء الله إلى حد الآن ياخذوا في مستحقاتهم، وهذاك الأجواء اللي لازمنا نستحفظوا عليها. ثم حاجة حكيت فيها مع اللاعبين في أول الموسم، اللي الصعوبات موجودة برشا، وقت الصعوبات هذيك يلزمنا مازمناش نقفوا عليها، يلزمنا نواصلوا، على خاطر عندنا مشروع نخدموا عليه انا واللاعبين، مشروع كونوا باش نضحيوا، كان لازم وقت تجي تضحيات باش نضحيوا من اجل باش نحققوا نتائج ايجابيه للمجموعه هذه واللي تستحق بصراحه كل خير. انت يعني رغم هالصعوبات هذه انتم في المرتبه الاولى، تعتقدش انت كمدرب مريت بعد التجارب انك كيف تشوف ملعب عزيز جبله في الحاله هذه؟ نطلب المصور باش ياخذ صور الملعب عزيز جبله، كانت مفخره من مفاخر الميادين تاع كره قدم في الجمهوريه التونسيه، والمدرب الملعب الفرعي الميدان الفرعي كذلك في اشغال. كيفاش يعني انت تنجم تتواصل بين المباريات الرسميه والتدريبات في ظروف سيئه للغايه؟ والله صحيح كلامك ويعطيك الصحة، معناتها اللي أشرت للنقطة هذه من الحاجات اللي خارج على نطاقنا، خارج على نطاق الهيئة المديرة هو الملعب. إذا كان اليوم أنا نلعب خارج أرضي، معناتها القوة اللي من المفروض نستمدها يوم المباراة وقت نبدأ نلعب عندي من الجمهوري من كذا، أنا محروم منها. نلعب في ملعب محايد وماخذ المرتبة الأولى، فما بالك لو كان كنا عندنا كانت الأمور تكون أحسن. المشاكل بالنسبة للملعب، الملعب هذا ما عادش نجم ندخله لأني وليت خايف على الإصابات على اللاعبين بصراحة، ما عادش براتيكابل حتى في شيء بالنسبة لنا. هذا الملعب الثاني نفس الشيء، ثم بلايص معناتها فريمون معناتها تخاف على صحة اللاعبين بصراحة. معناتها منزل بورقيبة أنا نتفكر في 88 89 مع النادي الأفريقي، جينا عملنا تربص أسبوع كامل هنا، كان من أحسن الملاعب في تونس. اليوم نشوف الملعب بصراحة شيء يوجع القلب، إن شاء الله تكون ثم لفتة من المسؤولين المحليين الجهويين على أكبر نطاق باش نلتفتوا للملعب هذا، لأنه بصراحة عراقة منزل بورقيبة، تاريخ منزل بورقيبة يستحق على مستوى انفراستركتور حاجات خير من هك. كوتش، أنت أكيد أنك عندك بعض النقائص خاصة الفنية في الفريق، هني مثلا المراكز تتطلب تعزيزات أو لاعب يلزم ذو مواصفات معينة باش يكون موجود في الفريق؟ والله توا شوف، هو احنا عندنا مجموعه كما قلت لك مجموعه طيبه بصراحه، عندنا اقل شيء من كل مركز عندنا 2 لاعبين، لكن ثم لاعبين معناتها شبان
تنقسم شوية الخبرة، تنقسم المباريات. اليوم تحطينا في وضعية نلعبه على الصعود، من المفروض باش ندعموا الفريق، صار تدعيم على مستوى معناتها لاك سنترال، جاء نور الإسلام المليكي ولو مازال مش حاضر شوية، إن شاء الله يحضر معناتها ويقدم الإضافة. يمكن إذا كان ثم معناتها حاجة نستحقه في الخط الأمامي كرأس حربة أو صانع ألعاب يكون قريب برشا من رأس الحربة. وقاعد نحكي أنا ورئيس النادي إن شاء الله في حسب ظروف المتوفرة وحسب اللاعب اللي مش يضيف بصراحة، خاطر أنا توا ما نحبش نجيب لاعب باش يكون موجود في وسط المجموعة وكهو، لا لا لا، اللاعب اللي مش يجي لازم تكون عنده إضافة ويدخل ويكون كومبيتيتيف زادا، ما يكونش مرتاح، خاطر اليوم معنا المباريات قاعده تدور، ماناش مستعدين باش نستنوا لاعب شهر وشهرين حتى يحضر، ان شاء الله نلقاو شي لاعب اللي يكون حاضر باش يدخل في وسط المجموعه ويقدم الاضافه. نخرج شويه من زبورقيبة، المدرب بشكل مفتاح، كيفاش تشوف حظوظ المنتخب الوطني في الكان؟ والله حظوظ حسب المجموعة اللي احنا موجودين فيها مجموعة حظوظ وافرة، خاصة حسب المباريات اللي قام بها المنتخب الأخرى وكانت كلها إيجابية، إن شاء الله يواصلوا على نفس المنوال بتاع المباريات الأخرى. ذور لي مدرب اختار المجموعة اللي تناسبه واللي شافها من القريب، مجموعة متجانسة، مجموعة عندها خبرة، ثم اللاعبين اللي نشطوا في البطولة المحلية واللي قاعدين يقدموا في أداء طيب، كيف كيف ثم متابعة صايرة نعرف اللي بالنسبة للاعبين اللي ينشطوا برا، إن شاء الله يعملوا نتائج إيجابية واللي ترجع كرة القدم معناتها على الساحة الإفريقية، وأنا رأي مربع متأكد بحول الله. شكرا، يعطيك الصحة. شكرا سي مكر. بعد الاستقالة حصلت الرجة المعنوية للفريق ورجعت الانتصارات وأصبحت في المرتبة الأولى والتطلعات أصبحت كبيرة. لا مش بعد الاستقالة، من الأول نحن الفريق واقف صحيح كذا، كيف ما قلت الاستقالة، ليش أنا عملت زعما الاستقالة؟ الحق إنسان كي تشوفه وحده من كل شيء يتلهلك، ما هاك تشوف من لي زونترينمون يتلهلك كل شقيقة ورقيقة في الملعب الإفريقي من زبورقيبة، أنا وبعض أعضاء، فهمتني؟ أنا وبعض الأعضاء اللي معناتها في الهيئة، معناتها تعبك ما تلقاش ديما. أنا اللي نلوم ولومي الكثير، ويمكن برشا عباد باش تقول لك علاش مكرم بالكش عنده معناتها مشكلة مع البلدية. أنا بلدية منزل بورقيبة بلديتي، أنا نهار اللي تحرقت بلدية منزل بورقيبة وشفتها كيكة تأسفت عليها كأنه كيف ما يقولوا فيها إنسان قطعة من لحمه تحرقت، فهمتني؟ لكن هذا كله ما همش حاسين منزل بورقيبة بالحق، نيابة الخصوصية مش حاسة منزل بورقيبة، اللي منزل بورقيبة راهي كبيرة برشا، راهي منزل بورقيبة معناتها اسم في البلايس الكل، تجي اليوم تشوف منزل بورقيبة كيفاش، معناتها يقول لك أنا نعطيك في 54 ألف دينار، شنو 54 ألف دينار يا ذمة؟ 54 ألف دينار يا ذمة كانت منزل بورقيبة ديما نعاود نقولها في الثمانينات تاخذ في 65، تو في 2015 ناخذ 54 وما زالت معناتها ما يعطوهملكش في وقتها، معناتها كيف ما نقولوا كي الفلاح، هي الكورة شنو؟ كي الفلاحة كل شيء، أنت كي تعطيهم لآخر السيزون شنو نعمل بهم؟ نلقى روحي صيف فتحت، أنت كي ما تعطيهمليش توا وقت الماركاتو وقت كذا شنو نعمل بهم أنا بعد الفلوس، شنو باش نعمل بها؟ فهمتني؟ هذه كمشكلتنا نحن في منزل بورقيبة، مشكلة بلديتنا مش لاية، مش تشوف تو هاك تدخل تو كملنا لونترينمون، ساعة قبل ما نبدو لونترينمون ما خرجنا سيفيل وجي باش تتكلم، جي تلوم تعذر، إنسان ما عندوش متنفس في منزل بورقيبة، عندنا كان التيران تلقاها معبي، الجمعية ما تلقاش باش تترينا، مشكورين الأمن، فهمتني كل مرة، لكن أنا وليت نحشم كل مرة بجي ربي يجوا خرجوا، نجي بالحق جاب ربي ولاد بلاد، تكلم هذا وتكلم هذا، يجوا يخرجوا يحشموا منك نهار اثنين، لكن هما بدهم يحبوا يلعبوا، ما انت ما فماش عساس حتى ابسط الاشياء، انا تو نحن لهنا فماش عساس، فما حد، فهمتني؟ هذيك اللي خلتني قدمت الاستقاله نتاعي، فهمتني؟ وحتى كي قلت نقدم الاستقاله راني نبقى محب، راي ملعب الفريق منزل بورقيبة راني نبقى، هذيك حاجه بالحق من البدني، هذيك اعتبار كما يقولوا فيها امي، فهمتني؟ وان شاء الله يقفوا ان شاء الله. سي مكرم، صعوبات ماديه متاكدين منها، لكن كيف تشوفوا حاله الميادين نتاع الملعب، الميدان الرئيسي وميدان التدريب، وتلعب يعني خارج ميدانك وفي المرتبه الاولى، كيفاش باش تواجه الصعوبات هذه؟ لان تكاليف ماديه اكثر وخوف من الاصابات مثلا في التمارين هذه، كيفاش باش تواجه الصعوبات هذه؟ والله نواجه فيهم بقدره ربي، والله بقدره ربي، معناتها مالي انا صحيح
حتى كي نسحق ناخذ من اقرب الناس ليا من عند اخوتي حتى بشر ما سوى في منزل بورقيبه ولا خارج منزل بورقيبه ما سلفني المنزل بورقيبه، واللي قال راني سلفت ينجم يجي ويقول فهمتني ناخذ من عند اخوتي ومن مالي الخاص. سي مكرم توا احنا اتصلنا في عديد المرات بالسلطة البلدية، يقول لك أن الاعتمادات مرصودة لإعادة تعشيب الملعب الرئيسي والملعب الفرعي لمدة أكثر من 6 أشهر. الكلام هذا نسمع قالوا يعني عملنا طلب عروض وفما مقاولين ما تقدموش للصفق، كنت تزيد تعطينا أكثر تفاصيل على هالمشكلة هذه؟ والله هذه من عام نهول نسمع فيها فهمتني، لحد الآن هاك أنت سمعت كيفي، لحد الآن هاك تشوف في حالة التيران معناتها، وديما وباش نعاود نقولها راني نشكر اهالي ماتر، نشكرهم الناس تمشي هاكم جيتوا وتفرجتوا مرحبين بينا كذا فهمتني، لكن يا خويا كيما يقولوا فيه لو كان صاحبك عسل ما تلحسوش الكل، كي هما مساكنك كتاو نعطيك معلومه اخرى، شفت الاسبوع الجاي انا باش نلعب ال 12 نصف النهار فهمتني، وهما باش يلعبوا ماضي ساعتين نهار لحد على خاطر سكره تلعب بالخميس كاس تونس، قال لك يلزمها ما تنجمش باش تلعب بالسبت باش نلعبوا بالاحد، تو تفهمنا رؤساء في بعض، هاي تصور رئيس اخر يقول لك لا يا خويا انا تيرا ما تجينيش ل 12 وقت باش تكمل ماضي ساعتين، انا ولادي من ماضي ساعه باش يدخلوا يعملوا لي شفمو باش يعملوا كذا، وقتاش باش تلعب كوره؟ باش نلعبوش 10 نتاع الصباح؟ فهمتني؟ اغزر معناتها المشاكل اللي يحطوك فيها. اشكاليه كبيره نتاع تنقل هي الجماهير المحبين نتاع الملعب افريقي المزمرق، يبان لي متابعه المقابلات في ماتر كيف زاد المشاكل هذه؟ والله شفت المقابلات انا في ماتر تو مثال الاسبوع الفارت، انا ضربه جزاء ما خلطش عليها الاسبوع الفارت، علاش؟ خاطر برشا محبين ورجال كبار وكل وكانت رئيس جمعيه معناتها هما مش في بالهم انا ما خليهم مش يدخلوا، انا تلقاني نبدا نحاور في الامن وباش يخلوا لك هكا الاربعه خمسه من الناس ومشكورين زاد وهما زاد عندهم غاديك فماش المولوغاسيون تاع التيران وكذا فهمتني، معناتها برشا صعوبات برشا عام كي عملناه كي لعبنا، علاش انا سنه شديد ما نلعبش في منزبورقي، عملناه الراي خلاف اللي كونها ولاد صغار وعملنا عليهم زاد العائق نتاعنا التيران نتاعنا، انا عملناه الربح 4 ماتشات لبرا اللي في منزبورقي عامل خسارتين وخمسه نيل، معناتها تصور انت في التيران نتاعي ولا لي عائق فهمت هذاك علاش، والمصاريف يا خويا تزيد تتكلف باش تولي تعمل لي بلاسمون الجوارات باش تمشي تترينا غادي كذا، هذيك كلها تلمها كيما يقولوا فيها فليس مع فليس تولي كتايس، انت كل مره مصاريف 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 برشا مصاريف ولت لك برشا برشا، وان شاء الله يا خويا اهالي منزل بورقيبه الكل تفيق للشيء هذا، انت منزل بورقيبه في لوجين بركه عندك 218 مجاز اللي حتى جمعيه ما تلقاه 218 مجاز، راني وقت اللي مشيت للليغ ديه قال لي كيفاش ماكر 218 مجاز عندي، قلت له واش باش تعمل هذيك هي المنافس الوحيد عندنا من بورقيبة ما عندناش، لازمك تقبل في بالك انا ما عنديش حق في دوميني، انا عامل دوميني ما عنديش حق في ديليكور عامل ديليكور، وين باش تخليها ماكا الاولاد الصغار ترى باش تقول له ليه ما تريناش، هما هاكا يترينا الجمعه هذه يلعبوا جمعه الجمعه هذه اللي بعدها يلعبوا الاخرين باش نتحايل. إذا هي دعوة للسلطات المحلية ولأهالي منزل بورقيبة للالتفاف حول الجمعية. بالطبيعة دعوة هذه مانيش أنا باش كل منزلي يحس على منزل بورقيبة، راهو لو كان كل منزلي باش يقول لك يا أخي شنو هي منزل بورقيبة، كل إنسان يقول لك شنو هي، الناس الكل باش تقلق وتولي تفرغ فراغ، وهذا ما يغزرلوش اليوم، غزر الغدوة لأولادك، ولادك وين باش تلعب كورة؟ فهمتني؟ كيفاش انت منزل بورقيبه عام 38 معناتها متاسسه في 2015 ما فماش منزل بورقيبه عيب، فهمتني؟ لازمنا الكلنا نغزروا لها، والله نقابل عندي برشا اصحابي معناتها ناس ديا يعيشوا في تونس وكذا نحكي معاهم يا وليدي راهي منزل بورقيبه راهي بلادنا، بالحق منزل بورقيبه بلادنا وحنينه وباهيه برشا، يقول لي بالحق ما كرم راني كي ندخل نوصل للفولاد نحن معناتها صدري يضحك، ايه يا خويا ميسالش ما فيها باس كي تجي الويكاند تدخل منزل بورقيبه حتى ماكش باش تتفرج في الكوره، ميسالش 3000 ل 2000 باش تعطيهم ما فما حتى اشكاليه، تو نقابلهم انا نمشي معناتها نتفرج في النادي الافريقي، تشوف منازليه كيفاش تقص لك ب 20 وب 30 دينار المنزل الكلوب افريكان وما يعاونكش بدينار، مش لوم كل انسان حر وفي فلوسه، اما معناتها نظريه لما معناتها كما قلت انت لو محبه فهمتني، وان شاء الله الناس الكل نخموا في منزل بورقيبه، خاطر لو كان كل انسان قلت لك باش يقول لك شنو هو منزل بورقيبه شنو هو منزل بورقيبه، منزل بورقيبه راهي بلادنا رانا تربينا فيها، راه واحد كي قرا في مكتب سحنون واحد ولا قرا في الصغابه ولا كذا مالها الا منزل بورقيبه،
وتنفس النفس نتاع منزل بورقيبه. فريق الملعب فريق منزل بورقيبه كان متواجد في القسم الوطني في العصر الذهبي للكره القدم التونسيه 77 78. صحيح هذا ما ينكره حد. منزل بورقيبه من الاوائل. منزل بورقيبه خرجت لك من عديد اللاعبين معناتها دوليين، فهمتني؟ لكن سامحني، وينهم؟ وينهم؟ وان شاء الله يتفكروا اللي يلعبوا في منزل بورقيبه زاد، حتى قدماء اللاعبين مثال شراء باش يتفكروا ويجوا لمنزل بورقيبه، وبالكلمه الطيبه حتى لو كان ما عندكش ماديا مثالش معنويا، كي نجي انا نلقى مثال اللاعبين القدماء واقفين معايا مرحبا بهم. بالكلمه هذه يا سي عبد الحميد كي جا معناتها هكا معنا مخير، انا نحط رئيس فرع انسان لاعب كوره كذا، انا ماذا بيا جوارك الكل يجوا. راهي الملعب الافريقي منزل بورقيبه ماهيش تاع مكر من الماتماتي، راني انا باش نعدي فتره ونمشي على روحي. انا وانا ما اعوذ بالله من كلمه، انا مانيش حاب على الرئاسه، انا راهو كي لقيت منزل بورقيبه ما فهميش، فهمتني؟ انا من قبل ولد منزل بورقيبه، نحب منزل بورقيبه، مشجع لمنزل بورقيبه، وانا نقولها حتى للجوارات التو، راني مانيش رئيس، راني محب. خاطر لو كان جيت رئيس ما بالحق، كان جيت رئيس برك ما نحطش فلوسي هذيا الكل، ساعه ساعه كي نقعد وحدي بيني وبين روح نقول يا ما كرم الفلوس هذيا تمشي تشري بهم كذا تدخل، وانا تاجر معناتها الفرنك يلزمني باش يدخل، نلقى روحي فلوسي نحط فيها نبلوكي فيها هكاك اون بلوكاج، فهمتني؟ وان شاء الله التعب هذا كل ما يمشيش خساره، وفي نهايه الموسم نشوفوا الملعب الفريق منزل بورقيبه في الصعود يعني، ويكون تتويج وتكون احلى هديه لك انت ان شاء الله. هذيك امنيه من امنياتي كما نقولوا، الملعب الفريقي منزل بورقيبه على القليله تطلع الليغ 2 اقل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفق.